النحالة غادة الغريافي بالقطيف شابة تغلبت على خوفها من مواجهة النحل وأصبحت تملك أكثر من 200 خلية وتنتج أنواع متعددة من العسل. تفاصيل أكثر في تقرير زميلتنا فتون العبد القادر. من الرهبة إلى الرغبة، هكذا استطاعت الشابة غادة الغريافي التغلب على خوفها من النحل لتبدأ مشوارها في تربيته وإنتاج كميات من العسل العضوي. في البدايات صراحة كنت أخاف من يعني كأي بنت أخاف من الحشرات، من النحل، من بعض الحيوانات. فترة كورونا أو قبل كورونا استأجر زوجي مزرعة وجاب فيها يمكن 3-4 خلايا، وكنا نروح باستمرار على المزرعة يعني من بعيد، يعني كنت ما أقرب للنحل وأخاف إن ألسع ودا أشوف نحلة صير صارخ. شوي شوي صار يقول لي لا تعالي وياي شوفي طالعي نفتح الخلية نشوف داخل، وشوي شوي تشجعت وراح الخوف. يعني لازم لابد من اللسع بعض الأحيان، بس أثرها يكون في البداية وبعدين خلاص. شاركت الغريافي في مهرجانات عدة بمنطقة القطيف وخارجها، وساعدها شغفها في الطبخ لابتكار منتجات غذائية متنوعة. شاركت في أكثر من مهرجان في منطقة القطيف وخارج القطيف في جيزان. شاركت في معسكر نسائي الأول في المملكة، وهو معسكر وارفة، وكنت النحالة الوحيدة من المنطقة الشرقية والقطيف. كانت مشاركة جدا ممتازة، أخذنا فيه دورة مكثفة تقريبا خلال أسبوع كامل، حصلنا فيها على شهادة. وإن شاء الله المعسكرات الجاية يكون لنا فيها مشاركات. دخلت العسل في عدة منتجات، مثلا دخلت على العسل المكسرات عشان أزيد بعد من قيمته الغذائية، هني يعتبر سناك مفيد للكبار والصغار. دخلت أيضا السبايسي فأنتجت عسل سبايسي. هذا العسل في بعض الناس يستغربوا عسل سبايسي، بس لما يجربوا يعجبهم. العسل هذا السبايسي أكل مع المشاوي، مع اللحوم البروستد، مع الأجبان، جدا لذيذ. طبعا هذا لأني هاوية للطبخ دخلته لأن أولادي يحبوا يجربوا الأشياء اللي أنا أسويها، فجربت عندهم في البيت. بعد ما عجبهم أنتجت منه كمية وصرت أبيع وأجي على طلبات. بعد مراحل طويلة للوصول إلى فرز العسل، تجد الغريافي سعادتها برؤية منتجاتها لتكون دافعها الأول والدائم للاستمرار في مهنتها. لقناة السعودية فتون عبد القادر القطر.